السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي بكل خير، وأتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. قبل أن نبدأ أصدقائي، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله لا إله إلا الله. كما تشاهدون أصدقائي من عنوان هذا الفيديو، سنتحدث إليكم عن موضوع أخطاء يرتكبها النحال تؤدي إلى إهلاك النحل وتدمير الخلايا أصدقائي وموت النحل. نعمل منكم فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. كما نأمل منكم أصدقائي البقاء معنا في هذا الفيديو حتى نهاية هذه الحلقة، حتى تكون لديكم المعلومة مكتملة ولا يكون لديكم نقص في أي فهم أو معلومة من ضمن هذه المعلومات المهمة التي سنقدمها أصدقائي. من أهم الأخطاء وأخطرها التي يرتكبها النحال في فصل الصيف وفي ارتفاع درجات الحرارة والحر الشديد أصدقائي، هو عدم تظليل النحل. عدم تظليل النحل أصدقائي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخل خلية النحل، مما يؤدي إلى تدهور حالة النحل وهلاك النحل أصدقائي. علاوة على ذلك، أن الملكة تمتنع بتاتا عن وضع البيض أصدقائي، وكذلك النحل تجده يتجمع عند بوابة الصروح من الخارج أصدقائي، لأنه النحل من الداخل أصدقائي يوجد حرارة بدون أشعة شمس. بطبيعة النحل وجبلته هو يصدر حرارة حتى يكيف الخلية من الداخل، وحتى تنمو الحضنة المغلقة والحضنة المفتوحة واليرقات بشكل صحيح أصدقائي وسليم. أصدقائي، أيضا تظليل النحل ضروري ومهم جدا، بسبب أصدقائي كما قلنا لكم أن الشمس تكون عمودية في فصل الصيف بخلاف وقت الشتاء. ففي فصل الصيف نحاول إظهار وتحريك الخلايا باتجاه الشمس، باتجاه الظل قدر المستطاع، لكن في الشتاء أصدقائي نحاول إظهار الخلايا إلى الشمس حتى تتعرض إلى الشمس أصدقائي. أصدقائي، ممكن استخدام وسائل عديدة لتظليل النحل، منها الفلين العازل للحرارة والرطوبة أصدقائي. من الممكن وضع هذه العوازل في أعلى الخلايا أصدقائي، وهذه الوسائل متاحة في أي مكان وأي بيئة أصدقائي. الكلك الفلين الأصفر كما تشاهدونه أو الأبيض أصدقائي، أي شيء، أو كرتون أصدقائي، أو من عسف النخل أصدقائي، أي شيء أي شيء يعزل الحرارة وأشعة الشمس عن الخلايا أصدقائي. ممكن بالشجر، بعض أخزان الشجر الأصدقائي. كذلك الأمر من الأمور الخطيرة التي يرتكبها بعض النحالين هو عدم علاج النحل من النيوزيما والفاروة أصدقائي. ويجب علينا علاج النحل، وخاصة في هذه الفترة، فإن الفاروة تتكاثر في الصيف أصدقائي. من الممكن استخدام العلاجات الطبيعية مثل الثوم والفاروة والخل أصدقائي، وهناك البعض يستخدم العلاجات الكيميائية ونحن لا ننصح بها أصدقائي. أصدقائي، كذلك الأمر من الأمور الخطيرة التي تدهور وتدمر وتهلك النحل هو المرض الأمريكي والمرض الأوروبي، الذي ينتج أيضا عن المرض الذي يأتي بسبب إهمال الخلايا وعدم متابعتها أصدقائي، وعدم علاج الحضنة من الفاروة، وعدم متابعة الخلايا بشكل سليم أصدقائي.
أيضا من ضمن الأخطاء التي يتم ارتكابها في فصل الصيف أصدقائي، ترك الخلايا النحل والإطارات من الداخل أن تصيب الأمراض، وخاصة مرض الحضنة الأمريكي والأوروبي أصدقائي، دون الأخذ بالأسباب ودون معالجة ذلك أصدقائي. وهذا من الأخطر ومن أخطر الأمور التي تلحق الأضرار والضرر بالنحل أصدقائي. أيضا من الأخطاء التي يتم ارتكابها في فصل الصيف هو أصدقائي هو تضييق الإطارات من الداخل والضغط النحل، بحجة أصدقائي أن النحل ضعيف، وهذا لا يكون في هذا الوقت أصدقائي، إنما يكون بعد فصل الخريف أصدقائي وقبل الدخول إلى الشتاء أصدقائي. يتم دمج الخلايا القوية بالضعيفة، ويتم ضغط النحل ورفع الإطارات أصدقائي، الإطارات الزائدة عن حاجة النحل داخل الخلايا أصدقائي. كذلك من الأخطاء التي يتم ارتكابها أصدقائي هو الإهمال في مكافحة عدو اللدود للنحل، ألا وهو طائر الوروار أصدقائي. ومن الأسباب التي يتم اتخاذها والإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاربة هذا العدو اللدود للنحل طائر الفروة هو أصدقائي وضع شبكة سحرية التي يتم استخدامها لصيد الطيور أصدقائي. يتم وضعها في جانب الخلايا أو فوق الخلايا أصدقائي، أي بجوار المنحل، في المكان الذي تشاهد فيه الطيور، هذه الطيور التي تلتهم وتأكل النحل بكثرة أصدقائي. كذلك الأمر أصدقائي من الأخطاء التي يتم ارتكابها أصدقائي في فصل الصيف هو وضع كاندي بدل العجينة البروتونية. أصدقائي يفضل إيقاف المحلول السكري ووضع عجينة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبسبب ارتفاع الرطوبة أصدقائي، ويفضل وضع عجينة بروتونية وليس كاندي، إنما الكاندي أصدقائي يتم وضعه في فصل الشتاء وفي البرد الشديد أصدقائي. أصدقائي كذلك الأمر من الأخطاء التي يتم ارتكابها هو عدم إرجاع الإطارات التي يتم فرزها إلى من العسل أصدقائي، ويفضل بعد فرز الإطارات الموجود بها العسل إرجاعها لمدة 3 أيام أصدقائي، ومن ثم رفع الإطارات بعد أن يقوم النحل أصدقائي بالتهام العسل الموجود على هذه الإطارات أصدقائي. كذلك الأمر أصدقائي نشكركم على متابعتنا أصدقائي، ونذكر بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أصدقائي ويستفيد الجميع أصدقائي. ونأمل منكم البقاء معنا دوما عبر هذه القناة، قناة فنون ومهارات النحل أصدقائي. كونوا معنا حتى نزودكم بكل جديد أصدقائي، ونأمل منكم أن تتابعونا دوما ومتابعة الحلقات دون انقطاع، لأنه قد تكون هناك معلومة مهمة في وسط الحلقة أو في نهاية الحلقة. وجميع المعلومات أصدقائي هي عبارة عن سلسلة مترابطة في بعضها البعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.